اليوم رح أعطيكم بعض الخطوات لتحضير أطيب عجينة مستخدمة بالمناقيش الفطاير والمعجنات على أنواعها. شوفوا معي كيف. لا تفعيل الخميرة خطوة كتير أساسية لنتأكد من صلاحية الخميرة وأنه رح تنجح معنا بالعجينة. منزيد مي دافية مع الخميرة، لازم تكون دافية مش مغلية أو متلجة لأنه بتقتل الخميرة. منضيف السكر لحتى الخميرة تتغذى عليها ونتركها على جنب تقريبا ربع ساعة لحتى تتضاعف بالحجم. هلأ رح نخلط باقي المكونات. رح نضيف طحين متعدد الاستعمالات، زيت زيتون، زيت نباتي، رشة ملح وحليب دافي. الأفضل أنه يكون كامل الدسم. ونخلط المكونات كلياتها. بهيدا الأثناء صارت الخميرة عندي جاهزة، ضعفت بالحجم وصار عندي طبقة رغوة على الوجه. هيك متأكد أنه الخميرة عندي ناجحة. رح نخلطهم كلياتهم. فيكن تخلطوها على العجانة أو على إيدكن، أكيد العجانة أسهل. بحال بدكن تعملوها على إيدكن بتضلكن تعجنوا فيها لحتى تتماسك ويصير ملمسها كتير ناعم. هيك منتأكد أنه الجلوتين تفاعل بقلب العجينة وصار فينا نريحها. هلأ بدنا ندلل العجينة، بدنا نزيد الجات عنا ونحط العجينة بقلبها لحتى تتضاعف بالحجم. فيكن إذا كنتم مستعجلين عليها، بالعادة منتركها تقريبا ساعة ونص لحتى تتضاعف. بحال كنتم مستعجلين فينا نحمل الفرن بس يسخن، منطفيه ونترك العجينة بقلبها لحتى تتضاعف وتصير بهيدا الشكل. خبرية تانية، فيكن تحضروا العجينة وبتبقى 3 أيام بالبراد نقدر نستعملها. أهم شي يكون مسكر كتير منيح عليها وما يوصل الهواء على وجهها لأنه بتنشف، وبدنا نشيلها من البراد لتصير بحرارة الغرفة لحتى تصير أسهل استعمالها. وبس.